تمام رهيب. أنا اسمي صبحة، صبحة عبد الرحمن جبل المدلل من الوطن الغربي، وجينا رحلنا من تل الصافي لما جينا هنا، خلينا بلد اللي قعدنا فيها للوطن، وهذه قعدنا في رفح. يا رب نروح بلادنا، بدناش البلاد هذه. طيب حجة قولي لي، شو كان في إلكو في البلاد؟ كيف؟ كان عندكم بيت وأرض وحكورة؟ بقيت ألقى السلة الصبر أحطه جنبي، وألقى السلة التين يا العنب، وأخلي حد يعين علي وأخذنا نروح، ونروح ندرس على الدواب على الطرحة، ندرس قمح إذرة سمسم، نهز السمسم ونهز ونودي عيافة، نودي نسدره. بقينا مكيفين في البلاد، مين صح له البلاد؟ الله يهدهم اليهود اللي طلعونا من بلادنا، حسبي الله عليهم، الله يورينا فيهم يوم. طب ان شاء الله يا حج، لو رحت على البلاد بتعرف دارك وبيتك؟ بعرف الدار، بعرف اهل هذيك التل ترمس، هذيك التل الصافي، هذيك مثلا برقه، هذيك يبنى، بعرفهم. انتوا ايش كان مختار بلدتكم ايام ما كنتوا في البلاد يا حجة؟ نعم. المختار تاعكم؟ مختارنا مش نافع عبد القادر نواجحه. اجوا خطره بتاعين بارود هذول الثوريين القفاريين. اجوا بدهم المختار، هو راكز هيك عامل وقاعد على الفرسي جنبي تحته، بقول يا حد؟ قال نعم. قال وين دار المختار؟ قال له شمل شمل. ابوي كان جاي من الحراس، وهذا هم راحوا شمل. قال وين؟ لقى ابوي، قال وين من دار المختار؟ ورينا اياه. قال هيو. ابوي بحسبوش، قالوا له. قال هيو. قال هذا المختار، والله لا خلي دهيته سودة، هو المختار. قال اه. قال طيب، ما طولناش واليهود اخذتنا. بقين جايين برود على بلدنا، وبدهم يذروا زي ما تقول، ابوي يقعدوا عند حدا شوي، ما حياهمش مختار، بقوا خافوا. بس احنا بنخافش، احنا للغريب في دارنا في الليل حليب، نعمل حليب رز، حليب على سكر، نغلي لهم حليب من البقره بعيد عنا، يعني بكيفين بقينا. انا اجي ممسي يعني في الليل، نعمل لهم كل حاجه، نعمل لهم فطير في الطابون، كل اشي. طب حجة، ايش اللي بتتمنيه في الايام الجاية ان شاء الله؟ نتمنى ان شاء الله نروح بلادنا، وان شاء الله ناكل هناك. الواحد صبر، احنا الكسبانين ان شاء الله يا حجة. يا رب. الله يعطيك الصحة يا رب.